مرحباً بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم: متى تنزل الدورة الشهرية بعد التبويض المتأخر؟ تحدث الإباضة لدى معظم النساء في نفس الوقت تقريباً كل شهر، وفي منتصف الفترة التي تفصل بين كل دورة شهرية وأخرى. ومع ذلك، في بعض الأحيان قد تتأخر الإباضة عن المعتاد لعدة أسباب كالتوتر والقلق أو الاختلال التوازن الهرموني. وأكثر ما يقلق النساء من تأخر الإبادة هو تأخر نزول الدورة الشهرية وتأثير ذلك في فرص حملهن. وفي الواقع، فالتبويض الغير المنتظم هو السبب الأكثر شيوعاً لمشكلات الخصوبة لدى النساء. والدورة الشهرية المنتظمة تتبعها عملية الإبادة بانتظام، فهذه العملية هامة من أجل زيادة فرص الحمل. فإذا كان الحيض غير منتظم، سوف تضطرب الإبادة وتتأخر. فإذا كنت ممن يتمتعن بالدورات الشهرية المنسقة، فإن عملية الإبادة الطبيعية سوف تبدأ من اليوم 14 من بدء الدورة الشهرية. أما إذا كنت ممن يعانين من الدورة الشهرية الغير منتظمة، فسوف تتأخر عملية الإبادة، وبالطبع سوف تؤثر على موعد الحيض التالي. في حقيقة الأمر، التبويض المتأخر هو الذي يحدث بعد اليوم 18 من موعد الدورة الحالية، أو ربما يحدث بعد اليوم 21. ففي حالة المعاناة من هذه المشكلة، فإن الدورة الشهرية التالية سوف تنزل بعد مرور 35 يوماً أو أكثر عقب الدورة السابقة. وذلك الأمر بالطبع يعتبر بمثابة مصدر القلق لدى العديد من النساء، لأنه سوف يقلل من فرص حملهن عبر التأثير على معدلات الخصوبة. لكن لا بأس، يمكن زيادة فرص الحمل من خلال ممارسة العلاقة في يوم الإبادة الفعلي والمتوقع أو قبله بنحو 5 أيام. ومن الضروري مراجعة الطبيب للكشف عن أسباب تأخر التبويض. عليك استشارة الطبيب إذا كانت لديك حالة كامنة مثل متلازمة تكيس المبايض أو قصور الغدة الدرقية، فإن علاج مثل هذه الحالات يمكن أن يساعد على تنظيم التبويض. عليك أيضاً استشارة الطبيب إذا كنت ترغبين في حدوث الحمل. في هذه الحالة سيصف لك الطبيب بعض الأدوية التي تساعد في تنظيم التبويض. وبشكل عام، لتحسين صحة الدورة الشهرية ومعرفة متى تنزل الدورة بعد التبويض المتأخر والصحة الإنجابية لديك،